مرحبا، احنا هلا موجودين بمنطقة ذهيب الغربية لحتى نعمل زيارة لمصنع مجموعة فاين القابضة. حبيت اتوجه لهذا المصنع لحتى نتعرف اكثر على كيفية تصنيع الحفاضة، حفاضة فاين بيبي، كمنتج اردني بدعم المجتمع المحلي وايضا المجتمع الاردني بشكل عام، وايضا لحتى نورجيكم شوي عن الامور التقنية وكيفية تصنيع الحفاضة من الناحية التقنية. تفضلوا معي. مرحبا، اهلا، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، شكرا لك على الاستضافة. طبعا متواجد معنا اليوم السيد أديب وهبي، مدير مصانع فاين في الأردن. شكرا لك على الاستضافة. اهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم بشركة فاين في مصنع انتاج الحفاضات، وتفضلي نورجيكي كيف نصنع حفاضاتنا الأردنية اللي اسمها فاين بيبي. أكيد إن شاء الله. إذن إحنا بتوقع إحنا لازم هلأ نتجهز لحتى ندخل على المصنع. طبعاً تطبيقاً لتعليمات السلامة والسياسات المعتمدة من قبل الشركة، بهمنا أن نحافظ على سلامة زوارنا. طبعاً إحنا هلأ راح ندخل صالة الإنتاج، راح ندخل إحنا في الموقع الإدارة لصالة الإنتاج. في حالات الطوارئ طبعاً راح نعمل، بكون لابد من الإخلاء من خلال مخارج الطوارئ الموجود عليها مخرج طوارئ. قسمين، القسم الأول بصنع مواد أولية تدخل في تصنيع الحفاضة، بنسميها الأقمشة غير المنسوجة. طبعاً هاي الماكينة أنشئت في سنة 2008 وبتغطي احتياجات المجموعة من الأقمشة غير المنسوجة. أستاذ أديب، لكن أنا حابة أعرف أكثر عن نسبة تشغيل الأيدي العاملة الأردنية بمصنع مجموعة فاين القابضة. الحمد لله الأردنيين بيشكلوا 100% من القوى العاملة اللي شغالة في المصنع، ما عندنا إيجنسيات أخرى. عدد الإناث 8% من عدد العاملين في هذا المصنع، والمجتمع المحلي بيشكل 10%. ندخل من هذا الاتجاه نشوف ماكينة الحفاضات. تفضل. نتفرج على ماكينة الحفاضات هلأ، ورح نبدأ بأول مرحلة في تصنيع الحفاضات واللي بنسميها البلب يونت. البلب هو مادة بنستخلصها من لحاء الشجر، وهاي المادة اللي بتشكل حشوة الحفاضة. الحشوة مكونة من مادتين، أول مادة اللي هي البلب، ثاني مادة اللي هي مسحوق الامتصاص. هاي المادة مادة بتشبه الكرتون بس هي عبارة عن فايبرز أو ألياف. هاي الألياف نستخلصها من وراء الشجر، شبيهة بالمادة اللي بنستعملها في صناعة الورقيات، ولكن التريتمنت تبع البلب في الحفاضات غير. تدخل البلب على يونت بنسميها الهامر ميل. الهامر ميل هي عبارة عن مندفة بتحول الكرتون بتحول البلب لمادة تشبه القطن، وبنخلط معها مسحوق الامتصاص. هذول المادتين مع بعض علشان انا اضمن انه الكور يكون عرضه ثابت وكمية الحبيبات ثابتة، بتتغلف من فوق ومن تحت بطبقة بنسميها النون اوفن، بتروح على التيك اوي درم وبتكمل لنهاية الخط. طبعا الحفاضة مقسومة بتصنيع الحفاضات، نقسم الحفاضة نصين، نص علوي ونص سفلي.
النصر السفلي بتكون من الباك شيت او اللي بنسميها الطبقه اللي احنا بنشوفها لما نلبس البيبي، والكور والمطاط. بتصنع اول اشي الكور، بعدين بيجي له الباك شيت وبنحط له المطاط. في نوعين من المطاط بقلب الحفاضه، مطاط بيكون على الرجلين اوكي، ومطاط بيكون على الليب كوفس او حواجز المانعه للبلل. هذا المطاط اللي هون اللي بدخل على الماكينه، جزء منه بروح على الرجلين، جزء منه بروح على الحواجز المانعه للبلل. خلينا نكمل. طبعا الطبقه الخضراء اللي زي ما شفنا، هاي الطبقه عباره عن طبقه امتصاص وتوزيع السائل، تنضاف فوق الحشوة اللي كنا حاكين فيها والكور، وبتكمل الحفاضة. طبعا الحفاضة على الخط بتكون عبارة عن قطعة واحدة مش مقصوصة لسه، تمام؟ لهي المرحلة هون مرحلة الباك شيت اللي بيجي عليها مطاط الرجل. اذا بتتفرجي جوا في مطاط هيك، ثلاث خطوط مطاط، وعلى الجهة الثانية في كمان ثلاث خطوط مطاط. بتكمل بنضاف لها التوب شيت، عفوا بنضاف لها الحشوة اللي جاي من الخلف، وبصير في عنا هون النقطة بنسميها المارج بوينت. هون بتبلش الحفاضة تتشكل. نكمل لقدام. طبعا في هاي النقطة في عنا شغلتين، في عنا الشريط الأمامي وفي عنا الإيرس الأمامية والخلفية، بالإضافة ل اللي بنسكر فيه الحفاضة لما نحفظ البيبي. تقريبا هون بتكون الحفاضة شبه اكتملت. بضل في عنا الكواليتي كنترول اللي نحكي فيه كتير مهم. سرعة الخط تقريبا 12 حفاضة كل ثانية واحدة، بالثانية الواحدة منطلع 12 حفاضة، وبالتالي السيطرة على الكواليتي للحفاضة مستحيل يكون بالعين المجردة. لذلك بنستخدم احنا تكنولوجي اللي هي الهاي سبيد كاميرا. الهاي سبيد كاميرا وظيفتها انها تشوف الرو ماتيريال موجودة على الحفاضة اصلا او لا، واذا موجودة هل موجودة في مكانها الصحيح او لا. اذا نطلع على الكاميرا اللي موجودة عندنا، هاي الكاميرا طبعا بتشوف كل حفاضة، يعني بتشوف 12 مرة حفاضة واحدة في كل ثانية، تمام؟ بتشوف الرو ماتيريال موجودة ولا لا، الايرز موجودة، طبقة توزيع السائل موجودة، وبتشوف كمان الشريط الامامي، واذا موجودة هل موجودة في مكانها الصحيح. لانه غلط اي ام بدها تحفظ ابنها اذا كانوا التيب مش على سوا بعض، بصير في مشكلة بالحفاضة. واذا صار اي مشكلة على الخط، الخط قادر انه يرفض حفاضة خارج الخط الانتاج، ما تروح المستهلك، حفاضة واحدة فقط. وهي هاي الكاميرا وظيفتها شغلتين، تشوف انه المادة الخام في مكانها، زائد اذا في مكانها هل هو مكانها الصحيح. انا بدخل لها معلومات، بقولها بعد مثلا المطاط لازم يكون من اكس لواي عن الحفاضة، الكاميرا بتطابق الاكشوال اللي ماشي على الماكينة مع السوفتوير. رح نعمل هلأ تجربة نورجيكي كيف بنساوي ريجكت على الخط. خلينا نشوف. المرحلة الأخيرة في صناعة الحفاضة هي مرحلة القص والطوي. تطوى الحفاضة باتجاهين، في الاتجاه مع الماكينة 90 درجة عن الماكينة، بتنطوي وبتيجي الحفاضات على هذا اليونت. هذا اليونت احنا بنسميه الستاكر، وهو الجزء المختص بتصفيط الحفاضات وعد الحفاضات حتى عملية التغليف. خلينا نتفرج عليه من الجهة الثانية، ببين معنا أوضح. طبعا عملية الفيدنج للكياس بقلب الماكينة برضو بشكل اوتوماتيكي. الاوبريتر بدخل الكياس هون، والماكينة نفسها بتسحب الكياس لجوا علشان يصير في عملية تغليف.
إذا إحنا موجودين لساتنا معاكم بمصنع مجموعة فاين القابضة، زي ما ذكرنا الأستاذ أديب نسبة تشغيل السيدات من المجتمع المحلي يعني بشكل خاص وأيضا الأردن هي 8%. معنا واحدة من السيدات العاملات بهذا المصنع هي الست عائشة سوالمي. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يعني إحنا ما كتير منأخرك عن شغلك، شكرا لك إنك أعطيتينا من وقتك. بعرف إنه لك خبرة 15 سنة عم تشتغلي بمجموعة نقل، فأحكينا كيف هاي التجربة، كيف دخلتي؟ هو أول شيء أنا كنت ثانوية عامة، فيعني الثانوية العامة بأهلك مهالات قليلة، بس كان وضع المادي فقررت إني أساعد في البيت. نعم. فكانوا طالبين، في بنت كانت هون تشتغل صديقة لنا، حكوا إنه في طالبين هون بنات، قدمت وتوظفت. يعني قدمت أول يوم، ثاني يوم لأنه مطلوبة توظفت. حلو. وبلشت أتعلم على الماكينات، أتعرف أكثر، عرفت يعني إنه مثلاً صار يعرف أشياء أكثر، الشغل اللي هو بده إياها خاصة اللي يقدر يجيبها، ومع هيك كمان برضو يساعد بالبيت. حلو. يعني تمكنتي اقتصادياً وبرضو تعززت ثقتك بحالك. إنه أنا بقدر أعمل كذا، بقدر أروح. زمان يعني قبل إنه الواحد يحكي مشوار بعيد، لا بعيد، هسه ممكن يعني أنا المسافة بين مكان سكني الزرقاء ورينبا تقريباً 45 دقيقة بالباص. وصرنا نعرف بنات من كل مدينة، يعني حلو. أنا أقدر أروح عمان، على مادبة، على الزرقاء، على إربد لحالي. مش إنه مثلاً زي زمان لا بخاف، صرت لا أكتر. كتير حلو. طب انت لك 15 سنه، يعني لما نشوف موظف قاعد 15 سنه بشركه او مؤسسه، هذا دليل على انه هو ممكن سعيد، مرتاح، راضي. فاحكي لنا هيك، قيمي لنا تجربتك مع اول شغله، انه احنا يعني الاشياء اللي بيقدموا لنا اياها مثلا كماديا الدوام. حلو. في كل ما لو بتطور يعني مع الزمن عملوا لنا مثلا مجلس موظفين كلجنة اجتماعية من الشركة، إذا مرتي بروحوا بزوروكي، إذا الواحد يتجوز بعطوه طبعا هدية مبلغ وبروحوا بباركوا له، لا سمح الله حالة وفاة برضو مبلغ منيح بيساعدوه وبروح. يعني لما يروح مثلا مدير يعزي أو مثلا حدا من المسؤولين تحسي إنه إشي حلو. كمان شغلات تانية صاروا، رحلة عيد العمال، شغلة تانية يعني مثلاً يعني بساط ميزات. صار في المواصلات طبعاً من أول مؤمنة، بس مثلاً هسه صار إذا في شكوى على الباص فعلاً يطلعوا لها، المكيف، التدفئة، إنه أنت مسافة الطريق أنت تكون مرتاح. حلو. خصوصاً المسافة طويلة يعني شغلات زي هيك. يعني حلو، كثير حلو. يعطيك الف عافيه عايشه. هيك حابه سريعا بس عشان ما منأخرك كثير عن شغلك، هيك وجينا الرساله لكل الستات اللي مش حاصلين على الشهاده الجامعيه وما معهم مثلا اي شهاده من الشهادات العليا وقاعدين بالبيت زي حضرتك، يعني خلصتي الثانويه العامه. انا بحكي انه الواحد لما يشتغل بيعزز ثقته بنفسه، بتعرف على الدنيا اكثر، بيعرف اشياء اكثر. مش غلط الواحد لو اشتغل عامل انتاج، فانت مكانك انت يعني بتعطي نجاح بمكانك. حلو. مش شرط انك تكون مدير او طبعاً. منصب كبير، بمكانك بتكون مميز. صح. انه مثلا العامل المميز، في مدير مميز، في عامل مميز. طيب انا بدي اتمنى لك انك انت تتطوري بعملك ان شاء الله، إن شاء الله. وتوصلي لاعلى المراتب. يعطيك الف عافيه، وانا كثير سعيده اني تعرفت عليك. وشكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. أو هلا رح نفوت على مختبر الكواليتي كنترول، مختبر فحص الجودة، وحابب أعرفك على المهندس محمد بركات مدير امتياز الأعمال. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ميسو والطاقم كله. أنتوا هلا في مختبر مصنع الحفاضات. مصنع الحفاضات، المختبر هنا هو عبارة عن المكان اللي بيعطي الضوء الأخضر للمنتج عشان ينزل على السوق. اوكي. هلا هذا بصير من خلال فحوصات. هاي الفحوصات منها فحوصات عينيه على الخط بتصير، وفي فحوصات مخبريه. تمام. هلا الفحوصات العينيه هاي بتتراوح من نص ساعه او كل نص ساعه بتتاخذ، لفحوصات مخبريه هون بتاخذ 3-4 ساعات على الحفاضه. هون بصير في كل نص ساعه بتتاخذ عينات، بتنحط في قياسات معينه، بتنشاف انه هاي القياسات
على الفيتشرز او القياسات المطلوبه من الفوطه بتنحط وبتشوف اذا هل هي وذن الليمتس المطلوبه ولا في شيء. طبعا هذا برضه بخلينا احنا نكون برو اكتف، يعني انه اذا في لا سمح الله شيء في العمليه الانتاجيه بنتداركه، بالاضافه بتعطينا يعني عن العمليه الانتاجيه وعن البرودكت كيف وضعه بالنسبه لنا. وفي على الشمال هون في تشارتس، طبعا هاي برضه بتتبع العمليات الاحصائيه اللي احنا بنسويها الستاتستيكال كيرفز، هاي بنسميها البروسكابيليتي كيرفز، بتنعرض كل يوم في الدوم اللي هي اللقاء اليوم اللي بيصير مع بين الجوده والانتاج وجماعه السيفتي، بتنعرض هاي المنحنيات كل يوم بحيث انه احنا نطمن انه فعلا العمليه الانتاجيه هي بتصير تحت الكنترول المطلوب. هلا رح نوجه هيك بس امتحان او اختبار رح بسيط تعملوه على الحفاضه. اوكي رح نشوف هلا واحد من الاختبارات، تفضلوا. هون زميلنا نضال هو كيو سي انسبكتور موجود معنا باللاب، رح نشوف واحد من التستات المهمه والسريعه اللي بنسميها الابزوربشن تيست. هذا التيست بنحط فيه حفاضه من حفاضات فاين بيبي مقارنة بحفاضة أخرى منتجات أخرى. أوكي، وظيفة التست هذا إنه يبين لنا إحنا مدى سرعة امتصاص السائل للحفاضة. فهلأ هنا زميلنا نضال راح يحط كمية من السائل على خلال التيوب. أوكي، ورح نشوف مع بعض كيف السائل قاعد بينزل. فكل ما السائل نزل بشكل أسرع كل ما كان السرعة. خلينا نبلش بالتست. طيب إذن إحنا معانا 100 مل وهون حفاضة فاين بيبي وهون منتج آخر. أوكي، إذا أنا لازم أمشي معك بنفس السرعة أساس نبين 1 2 3. هلا لاحظوا هون يعني الفرق بسرعة نزول السائل، لاحظوا إنه نزول السائل على فوطة فاين بيبي كان أسرع. أوكي، وهذا بدل على سرعة امتصاص الحفاضة للسائل، يعني لاحظوا كيف المنتج الآخر قديش بياخد وقت عشان يمتص السائل. أوكي، طبعا وهي ميزة من ميزات السمارت لوك اللي احنا حكيناها في البداية، سرعة الامتصاص. نعم تمام؟ نعم. أوكي، إذا هذا الاختبار بتسووه تقريبا كل قديه يعني؟ هذا الاختبار بصير كل ساعتين، في عندي انا 2 دايبرز بحطهم. اوكي، وبفحص فيهم. طبعا هذا بيتبعوا كالكوليشنز ثانيه، يعني انا بس بشوف السرعه هاي بحسبها في كالكوليشنز، في فورمولاز او معادلات معينه بتتاخذ وبتنحسب السرعه بالوقت، قديش انا عندي ملي سكندز او قديش سكندز بياخذ. أوكي. اوكي، بس طبعا لدي الوقت يعني هي عباره عن ثاني مهمة اللي هي فحص الكاباسيتي او اللي بنسميه فحص الملكان. الفحص هون موجود. هلا هذا الفحص تفضلي. هذا الفحص احنا بنحط، هو عبارة عن جسم بيبي او بودي شيب بنسميه لبيبي. هلا هذا البودي شيب بنركب عليه فوطة. اوكي، وبصير في عندي مشبوك بجهاز بسوفت وير معين بصير يضخ كميات سائل اوكي معينه حتى بالنهايه الفوطه توصل للماكسيمم ليميت تبعتها. اوكي، فبنحسب قديش احنا الفوطه بتتحمل كاباسيتي. اوكي، طبعا هاي الكميه بعد طبعا برضه بكالكوليشنز معينه بنقول انه مثلا هاي الفوطه اخذت هالقد مليمترز، بنروح في عندنا ستاندرد معين بقول انه الحجم هذا لازم ما ياخذ اقل من هالقد مليمترز. اوكي، اذا اخذت اقل من هيك معناته في عندنا مشكله. بس بصير في عندك كل مثلا 15 مينتس بتنعطى دوز معينه. اوكي، وبنشوف قديش هاي الفوطه بتتحمل، لانه بتعرفي البيبي ما بيعمل مره واحده، بيعمل دوز اكثر من مره، فاحنا بنشوف انه على الدوز الثالثه. هلا هذا التست بيمثل لنا حركه يعني الطفل وهو مثلا بيلعب بنط كذا، فبيمثل لنا مدى تحمل البلب الموجود جوا الحفاضه، القطن هذا مدى تماسك القطن، فهو هذا اللي بنسميه كور انتجريتي، لانه اذا ما صار يفلت الكور من بعض فبكون الحفاضه طبعا ميزتها اقوى.
اوكي. ف طبعا هاي لها مواصفه معينه، لها عدد ضربات معين، يعني مش لازم يصير في عندي انا بالكور اللي هو القطن يصير في عندي يصير فلت من بعض اوكي تحت ضربات معينه. مثلا الستاندرد بيحكي انه لازم يكون 25 ضربه، انا فوت تدفعين بيبي بتوصل عندي ل 90 و100 ضربه. كل الوحدة بالضبط هي ضربات نفس قوة الضربات ونفس الفترات الزمنية. فهلأ منعد الستاندرد بيحكي انه مش لازم يقل عن 25 ضربة، احنا الفوطة بتوصل عندنا ل 90 و100 ضربة. اوكي هلأ هاي اهم بصراحة اهم التستات. في عندنا تستات ثانية، في عندنا تستات ثانية احنا طبعا نضيق الوقت بجوز ما نقدر نفرجكم اياها، لكن هي هاي الرئيسية بالضبط اللي بتعطينا انديكيشن او حتى بتريح الام انه كيف هي بتستعمل حفاضة فاين بيبي وايش الفحوصات والاكستريم كونديشنز اللي بنسميها مرة ثانية اكستريم كونديشنز اللي بتخضع لها حفاضة الفاين بيبي وانه تكون هي مرتاحة بال كثير حلو كثير حلو. يعطيكم الف عافية. الله يعطيكم الف عافية، شكرا كثير لك ولوقتك. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. هذا التست بنسميه الكريب تيست. الكريب تيست بصراحة يعني تيست اكستريم بالنسبة للحفاضة احنا بنعتبره، لانه بيسك اللي بياخد 4 ساعات بصراحة للحفاضة تنحط جوا فرن. بداية الالاستيك لاين ونهاية الالاستيك لاين الحفاضة زي ما هي ناخدها للفرن الموجود قدامكم، إذن هيك إحنا بنكون خلصنا رحلتنا اليوم اللي حبينا نروح فيها على مصنع مجموعة فاين القابض. بنتمنى أنكم كنتوا معنا واستمتعتوا بهالتقرير الخاص اللي حبيت إني أقدم لكم إياه، انطلاقاً من مبدأ تشجيع المحلي وأيضاً من مبدأ تشجيع منتجات فاين بيبي بالتحديد. شخصياً صار في عندي ثقة كاملة بإني أستخدم منتجات فاين بيبي بعد ما شفت هالتقنيات المتطورة والمتقدمة جداً بكيفية تصنيع حفاض فاين بيبي. رح أتمنى لكم نهار حلو ونهار سعيد، وإن شاء الله بيكون في إلنا لقاءات قادمة بكل ما يختص بتشجيع المنتجات المحلية. باي باي.